اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد اسبوعيا مع برنامجكم برنامج اوراق اقتصاديه. كما تعودنا اسبوعيا نقل في مختلف الاوراق الاقتصاديه، نتعرف على الاخبار، مستجدات الاخبار الاقتصاديه على الساحه المحليه بدايه، ثم اذا كانت هناك اخبار هامه ومستجدات اقتصاديه على الساحه الاقليميه او على الساحه الدوليه، ثم نفتح ملف جديد في كل حلقه بالتفصيل مع ضيوفنا. نبدأ مع الأخبار المحلية والعناوين سواء على المستوى أخبار محلية أو العالمية. والخبر الأول معنا يتعلق بالموازنة الجديدة للعام المقبل 19-20. الخبر يقول: مجلس النواب يقر الموازنة الجديدة لعام 2019-2020 بنمو مستهدف بنسبة 5.6%. وبطبيعة الحال قد يكون بعض تعرف على ملامح هذه الموازنة بشكل عام، وهي تعتبر أكبر موازنة في تاريخ مصر، وهناك توقعات بالفعل بأن تكون معدلات النمو أعلى أيضا مما رصد في هذه الموازنة بالنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية. سنتعرف على الكثير على مدار الحلقة. الخبر الثاني معنا هو يتعلق بمنطقة أو خبر إقليمي متعلق بلبنان تحديدا، والخبر يقول: البنك الدولي يبدي تفاؤلا حذرا بالإصلاحات المالية في لبنان، وموديز ترجح لجوء بيروت إلى إعادة جدولة ديونها. بالتأكيد طبعا الحكومة اللبنانية بتتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاجتياز مديونياتها والمحنة الاقتصادية وحالة الحراك التي تسعى إلى تحقيقها لبنان مع مختلف دول المنطقة والعالم، وسنتعرف على تفاصيل أكثر. ولكن سنرى نظرة مؤسسات المال للإصلاحات الاقتصادية اللبنانية. ملف حلقة اليوم يتعلق بزيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحضور المنتدى أو الدورة 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني. وسنفتح هذا الأسبوع ملف الاتفاقيات المصرية الألمانية ونتناوله بين عودة شركات التصنيع الألماني لمصر وتطوير هيكل النشاط الاقتصادي المصري بشكل عام، خاصة وأن مصر تسعى باهتمام بالغ من القيادة السياسية وإرادة واعدة لتحقيق حالة من التنمية الشاملة والتنمية المستدامة. هناك تفاصيل كثيرة حول هذه الزيارة والعلاقات المصرية الألمانية الاقتصادية. نبدأ مع تفاصيل الخبر الأول. وأكبر موازنة في تاريخ مصر أقر مجلس النواب الاثنين الماضي مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020. وفي الحقيقة أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% مع تقليص معدل عجز الموازنة عند 7.2% ومعدل دين يصل إلى 89% من إجمالي الناتج العام. وفي الحقيقة أيضا أن الموازنة بترصد، الموازنة الجديدة بترصد 52.96 مليار جنيه مصري لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية. بكل تأكيد ارتفاع حجم الموازنة المالية للعام الجديد جاء بناء عن تفاصيل كثيرة وتطلعات لأفاق أوسع للحكومة المصرية، تخفيف الأعباء عن الشعب المصري بقدر المستطاع، وأيضا بداية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية. وكل هذا سيظهر في على المدى المتوسط ربما وعلى المدى القريب. ننتقل إلى خبر آخر، وهو إعلان وزارة التجارة والصناعة أنها تعتزم زيادة الصادرات الصناعية عبر خطة مضاعفة الصادرات لتصل إلى قيمة 55 مليار دولار خلال السنوات الخمسة القادمة. والوزارة أشارت إلى برنامج زيادة الصادرات الذي سيتم العمل عليه اعتبارا من أول يوليو، وينقسم إلى شقين: الأول سداد المستحقات القديمة للمصدرين، والثاني يتضمن آليات التنفيذ. وزارة الصناعة في الحقيقة لديها برامج وخطط استراتيجية واعدة وهامة تهدف إلى توسيع قاعدة الصناعة المحلية وتوطين تكنولوجيا
وتوطين الصناعات الحديثة والمتطورة وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية، وخطط أيضا واستراتيجيات واعدة في عمليات الإعداد والتأهيل والتدريب واكتساب الخبرات من الخارج، علاوة بالتأكيد على الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتعددة التي تم بالفعل توقيع عقود شراكة معها ومع دولها في مصر في الفترة السابقة. إلى العالم العربي ونموذج جديد من طريقة الإصلاح المالي والإصلاحات الاقتصادية، وبنتحدث هنا عن لبنان. وعبر مسؤول في البنك الدولي عن تفاؤله في الإصلاحات اللي اتخذها لبنان، ولكن هذا التفاؤل كان يرى أنه هو تفاؤل حذر بشأن مشروع الإصلاحات والموازنة اللبنانية الجديدة 2019، وأكد على أن الإصلاح لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد. وبيأتي أيضا هذا فيما توقعت وكالة مودز تحركا حكوميا لتبني تدابير، هذه التدابير من شأنها أن تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن سداد بعض الإجراءات بعض ديون رغم إجراءات الضبط المالي في ميزانية 2019. ومودز أرجعت توقعاتها إلى تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع، وبالتأكيد هي تجربة صعبة، تجربة الإصلاحات، ولكن بدأت لبنان الشقيق الخطوات الأولى على طريق الإصلاحات. لكن هناك عادة رؤى للمؤسسات المالية الدولية لضمان تحقيق هذه أو ضمان تحقيق النجاحات في الإصلاحات الجديدة. إلى الاقتصاد العالمي وتوترات الاقتصاد العالمي، حيث أبدت مجموعة جوجل تأييدها لاتفاق دولي. هذا الاتفاق الدولي ينص على فرض الشركات المتعددة الجنسيات دفع ضرائب في الدول التي تجني فيها عائداتها بدلا من أن تدفع هذه الضرائب والعائدات في دولها الأصلية. والحقيقة هذا الموقف من جوجل جاء بعد ما تم اتفاق وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 على ضرورة وضع أسس اتفاق حول نظام الضرائب على شركات الانترنت الكبرى، في حين أكدت فرنسا على سبيل المثال عزمها فرض ضريبة على شركات جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل أو ما يعرف بمجموعة جافا عن الأنشطة التي تدر عليها عائدات بفضل رواد الانترنت الفرنسيين، وهذا الأمر برغم معارضة الولايات المتحدة. لكن جوجل حذرت من أنه بدون اتفاق شامل ومتعدد الأطراف قد تتجه دول إلى فرض ضرائب أحادية تمييزية على شركات أجنبية، ما يقيم حواجز تجارية جديدة ويبطئ الاستثمارات الدولية ويضر بالنمو العام. هذا التخوف هو التخوف أن يكون أو أن تكون هذه الإجراءات أحادية الجانب، تبدأ كل دولة تتخذ قراراتها كيفما ترى، لكن جوجل كانت بترى أن يكون هذا الاتفاق اتفاق شامل يسري على مختلف الدول. مشاهدينا الكرام، بكل تأكيد هناك موضوع هام جدا وهو حضور السيد رئيس الوزراء ووفد كبير مرافق لدكتور مصطفى مدبولي لحضور الدورة 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني. وهذا المنتدى كان محفل هام جدا لإحداث شراكات جديدة ونقل خبرات ونقل تكنولوجيات جديدة. مصر بكل تأكيد وتسير على طريق من الإصلاحات لتحقيق تنمية مستدامة. هذه الرؤية ورؤية القيادة السياسية والإرادة المصرية في تحقيق هذه التنمية المستدامة، ترى أنه لابد أن يكون هناك قاعدة عريضة للصناعات، توطين الصناعات التكنولوجية، جلب واستخدام الصناعات الحديثة، جذب أكبر عدد وقدر من الاستثمارات. لكن حتى يتم ويتسنى هذا الأمر بنجاح لابد من تأسيس بنية تحتية داخلية، وهذا ما تم بالفعل، وضع امتيازات لهذه الاستثمارات، أيضا تأهيل وإعداد كوادر بشرية وفنية للقيام بهذه المهام. في جولة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كانت هناك جولة كبيرة في أهم وأكبر مدن الصناعية والمصانع الألمانية، وترتب على هذه الجولة عودة واحدة من كبريات الشركات لصناعة السيارات لمصر
وأيضا هناك مباحثات حول عودة أو اجتذاب المزيد من الشركات الألمانية إلى مصر في الفترة القادمة. هذا هو ملف الحلقة، سنتعرف على الكثير حول هذه الزيارة ومساحة وحجم العلاقات الصناعية والاقتصادية بشكل عام بين مصر وألمانيا، وما يحتاج هذا الملف لإنجاح هذه الشراكة مع دولة كدولة ألمانيا في قطاع الصناعة على وجه التحديد. قبل أن نفتح ملف الحلقة دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي حول هذه العلاقة المصرية الألمانية والمنتدى الاقتصادي العربي الألماني المتابع. خلال زيارته لرئاسة الوفد المصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، استهلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث قام بزيارة إلى شركة بوش للأجهزة المنزلية وتعرف على مراحل الإنتاج بمصانعها واستمع إلى شرح حول حجم الإنتاج الخاص بها. كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة لإقامة أول مجمع صناعي لها في العاشر من رمضان لتوفير فرص عمل للشباب. يعتبر مصر هي نقطة الانطلاق لأفريقيا والشرق الأوسط، وإن وجودهم إن شاء الله في مصر بتوقيع هذا الموضوع وحيبدأوا ينشئوا المجمع الصناعي بتاعهم في مدينة العاشر من رمضان، حيبقى يمكن ده بداية لتواجد مركز إقليمي يخدم المنطقة بالكامل، وهو دي توقعاتهم، وإن هم بيبدأوا بأحدث تكنولوجيا وصلوا إليها هنا في ألمانيا. كما أشار مدبولي إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أن مصر ستكون قاعدة انطلاق صناعية عالمية للعالم أجمع، وكل تركيز سيادة الرئيس على إن إحنا إزاي مصر تبقى قاعدة انطلاق صناعية عالمية، مش طبعا لمنطقة الشرق الأوسط ولا الأفريقية ولكن للعالم كله. يمكن الشركة النهاردة قالت هم موجودين في 5 أماكن على مستوى العالم كله، النهاردة مصر هتبقى رقم 6، فده يعني طبعا يعني حاجة كبيرة جدا لينا ان احنا ان شاء الله نشهد هذا الموضوع. كما قام رئيس الوزراء بزيارة الى مصنع شركة مرسيدس العالمية وتعرف على احدث السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية واستمع الى حجم الانتاج بالشركة. كما شهد توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة لتجميع وتصنيع السيارات ومنظومة النقل الذكي باستخدام الكهرباء. الحقيقة يمكن الحمد لله النهاردة احنا بنشهد توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة، وهي مش خاصة فقط بتجميع السيارات او تصنيع السيارات في مصر، ولكن هي بتتكلم على العلاقة الاستراتيجية اللي هتبدأ تتنفذ ما بين مصر وشركة مرسيدس في طبعا تصنيع وتجميع السيارات، ولكن الاهم كمان منظومة النقل الذكي وازاي ان احنا هنبدأ نستخدم وسائل النقل الذكية والجماعية اللي هي سواء باستخدام الكهرباء او غيرها من يعني الوقود المختلف، بحيث ان احنا نخدم فكرة الانتقال للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة من خلال وسائل نقل حديثة. ومن جانبه اكد ماركوس تشيفر عضو مجلس ادارة شركة مرسيدس ان الاتفاقية تهدف الى التعاون المشترك بين البلدين في التصنيع والتجميع لسيارات المرسيدس. We agree on establishing a factory and industrialization project for passenger cars in Egypt. نسعى بالتعاون مع مصر لانشاء مركزا هندسيا لشركة مرسيدس في منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس. هذا وقد أكد رئيس الوزراء أن تلك الزيارة تأتي في إطار تحقيق الأهداف التي ترمي إليها مصر في التعاون المشترك مع الدول المختلفة لتصبح مركزا صناعيا عالميا. زيارة هدفت إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في ترسيخ العلاقات بين مصر وألمانيا، بلورتها الحكومة اقتصاديا، فجاءت ثمارها توقيع اتفاقيات بين البلدين في مجالات صناعية متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الموارد المصرية الطبيعية والخبرات الألمانية. من مدينة شتوتغارت بألمانيا، أحمد أبو الحسن، التلفزيون المصري.
مشاهدينا تابعنا التقرير وكيف كانت هذه الزيارة هامة للسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له، والجولة التي قام بها السيد رئيس الوزراء وثمار هذه الزيارة وما سيترتب على هذه الزيارة من ثمار هو ما سنتبحثه مع ضيفي اليوم في الاستوديو الأستاذ وليد محمد غراب عضو جمعية رجال أعمال المصريين. أهلا بحضرتك أستاذ وليد. أهلا محمد، زهرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية أستاذ وليد، حضرتك كنت أحد المرافقين للسيد رئيس الوزراء في حضور الدورة 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، يعني حضرتك كلمنا عن جولة السيد رئيس الوزراء في ألمانيا وأهم الزيارات برضو اللي قام بها، وكيف ترى من وجهة نظرك كتقييم بشكل عام حجم التعامل الاقتصادي والعلاقات المصرية الألمانية في قطاع الصناعة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أنا في البداية عايز أتوجه بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة. الزيارة طبعا كانت كبيرة ومهمة جدا، وحدث زي المنتدى السنة والعشرين للعربي الألماني ده حضور مصر فيه كان شيء طبعا مشرف وشيء مهم، وفي طبعا جنود كتيرة شاركت في إنجاح هذه الزيارة، لأن الزيارة كانت عبارة عن عدة مجاميع يعني كلها لها حقيبة بتنفذها في هذه الزيارة. نعم. على رأسها طبعا الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء ومجموعة الوزارية كلها اللي كانت مشاركة وناس أكفاء طبعا، وطبعا لا نغفل دور الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال أعمال وكل المشاركين في الرحلة، حتى السادة الصحفيين والمراسلين طبعا كله قام بجهده كما ينبغي أن يكون يعني، وده في النهاية كله كان بيمثل صورة مصر يعني. بيمثل صورة مصر صحيح. وده شكل جميل جدا للزيارة. أنا بكلم حضرتك فعلا من قلبي، لأن أنا كنت جوه الحدث وشايف فعلا إنه لولا مجهود كل الناس دي وتضافر الجهود بتاعتها كلها ما كانش الشكل هياخد هذا الشكل. وأنا أنا أنا بدل سبب في شركة مرسيدس في ألمانيا في شتوتجارد عمال مصريين وناجحين ومحققين نجاحات وفي كل المجالات على فكره مصريين، هو امر لا يستعصى على المصريين، هو حته نهائيا ولكن هو حته الارشاد والتوجيه والتثقيف والسن برضو. انت بتبدا النهارده حضرتك عارف ان الشباب عندنا في المرحله العمريه اللي من 18 سنه الى 29 سنه بتمثل 20% من المجتمع، يعني حوالي 20 مليون نسمه، فدي قوه بشريه محتاجه تدريب وتاهيل وتعليم. فانا بقول لحضرتك لا بد من الاهتمام بالتعليم الفني وياخد قسط اكبر من اهتمام الحكومه ومن اهتمام الناس، لانه في الفتره اللي فاتت انا شايف ان هو كان مش واخد حقه. لا، في العقود السابقه كان بينظر اليه نظره سلبيه ايضا يعني، ولكن برضو عشان نبقى مستبشرين ما نبقاش، انا شايف ان في ناس ساهمت في الفتره اللي فاتت ديت، وبعض رجال الاعمال المحترمين في مصانع كبيره جدا، ويمكن السيد الرئيس شكر بعض الناس بالاسم في احدى المؤتمرات، ان الناس ديت من خلال خبرتها ونجاحاتها الكبيره ابتدت فعلا تساعد في تطوير التعليم الفني في مصر وتدريب العمالة وعملت لهم أماكن للتدريب ووفرت لهم كمان تسويق المنتج بتاعهم. بس طبعا احنا دلوقتي لما نتكلم على تحويل مصر لقلعة صناعية بالنسبة للعالم، يعني حسب حديث والتطلعات المصرية حسب ما أدلى به السيد رئيس الوزراء، فبالتأكيد احنا بنحتاج لأكبر عدد وقاعدة من المؤهلين في المجالات الصناعات، سواء من الشباب أو من الخبرات والمؤهلين علميا أيضا. ما هو أنا ده اللي أنا بقوله لحضرتك عليه، إن أنت الموضوع مش اتفاقية ومش كيان بتبنيه وتسيبه فاضي، ومش كيان بتبنيه وما تقدرش وما فيش حد يعمره أو ينهض بيه. بس خلينا نتفق معلش يا زوري، إن هم ما اتخذوش قرار العودة إلا بحسب كلامك برضو، وحاخد من كلامك ان هم رأوا امكانات متوفرة في هذه القطاعات سواء على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمكملة او ستتم او على مستوى الكوادر، هي قد لا تكون طموحاتنا. انا لا اتعرض مع حضرتك ان هم شافونا كده، احنا شايفين كده، بس في جزئتين، في جزء هو شايفك ازاي وفي جزء انت تحقق اقصى استفادة ازاي من حد جاي يستثمر عندك ومن بلد صناعية كبرى زي ألمانيا. ده اللي أنا أقصده. تمام. أنا أتمنى إن هو لو شايفني إن هو هيعمل لي المصنع زي ما بقول لحضرتك، هيعمل المصنع ومحتاج من عندي 100 عامل، لا أنا عايزه بعد ما يعمل المصنع ده يستفاد منه من عندي 500,000 عامل. تمام. فيستفاد إزاي؟ نقلة الخبرة بالظبط. أنا زي ما بقول لحضرتك الصناعات الصغيرة والمتوسطة ديت لا مفر منها، يمكن اتكلمنا قبل كده أنا وحضرتك فيها بالتفصيل بالنسب العالمية، ان كل اغلب دول العالم الكبرى ما قامتش غير بالاهتمام بالمشروعات الصغيره المتوسطه. انا بقول لحضرتك 3.7 مليون مشروع صغير متوسط في المانيا،
وده اللي بدأت بيه. اتنين، وده برضو مهم لازم نلفت النظر ليه، لان ده برضو الحمد لله يحسب للحكومة المصرية. للحكومة المصرية ولاتجاهاتهم. وعلى فكرة السادة الوزراء بصراحة يعني الناس دي ما بتبخلش بجهد فعلا. انا برضو عايز اقول ممكن المواطن العادي يكون لسه ما زال بيعاني من الصحات الاقتصادية ديت، ولكن هو الموضوع صعب طبعا، يعني الموضوع صعب، ولكن الناس دي بتبذل مجهود كبير جدا. لكن اسمح لي، يعني مع اجراء زي ده، عودة شركة بحجم شركة مرسيدس للسوق المصرية وكان على مشهد ومرأة من الجميع انها خرجت في ظل ظروف توترات معينة، دي تعتبر شهادة، واتكلم عنها برضو وعلى مدلولات هذه رسالة طبعا. ودخول شركة زي شركة بوش برضو الألمانية برضو هو يعتبر شهادة وبشكل آخر على مجهودات بذلت بالفعل على أرض الواقع. تمام. طيب كلمنا حضرتك عن المجهودات بالفعل اللي اتبذلت، احنا عمالين نقول عليها دي، اللي بذلتها الحكومة المصرية لاستعادة وجذب مثل هذه الشركات، شركات بهذا الحجم، والسعي لاكتساب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، مجالات الصناعة بشكل عام. ما حضرتك لو مش موفر للشركات ديت مناخ اقتصادي جيد من أماكن مجتمعات صناعية طليق بيهم وفيها الأدوات اللي هم هيحتاجوها، تمام، ولو حضرتك مش موفر لهم قانون للاستثمار بيضمن حقوقهم وبيمنع العرقلة وبيمنع البيروقراطية، وإنك أنت عليك النهاردة الحمد لله وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الجديد، انت ممكن في خلال ساعتين بالظبط بتكون مخلص اجراءات شركتك كلها. وانا شخصيا يعني مر عليا الكلام ده في وزارة الاستثمار، فريق تنمية الاستثمار. ولكن طبعا برضو اتمنى ان الموضوع ده يتعمم على مستوى الجمهورية، لان كل المحافظات فيها مكاتب استثمار، فاحنا برضو مش عايزين يبقى فيه في القاهرة بس الكلام ده كله، لا احنا عايزين كل المحافظات تبقى ايه بنفس الكفاءة. يعني ازالة البيروقراطية بشكل عام على مستوى القطر. وطبعا هو ما تم صدر قانون الاستثمار كان معاه ما استتبعه من تشريعات تهيئ تنفيذه على ارض الواقع. بالزبط طبعا بالظبط، انا بقول لحضرتك يعني فهو المستثمر الاجنبي وبالاخص زي ما بقول لحضرتك الجانب الالماني هو حد فاهم هو بيعمل ايه، مش هيجي مكان هو مش عارف انت وصلت فيه لفين وهتساعده ازاي. طب هل صار حديث اثناء الجوله عن عمليه العماله وتوطين التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا الالمانيه سواء من شركه مرسيدس او من شركه بوش العالميه لمصر؟ هو اكيد طبعا الشركات دي مرحبه بنقل الخبرات، سواء انك انت هتبعت عمال من مصر يتدربوا هناك، او هي بعد ما تعيد تشغيل مصانعها هنا هتدرب عدد كبير من المصريين، وده فرصه شيء، دي هي دي الفرصه العظيمه، فرصه وده شيء واجب، لان هو انت انا زي ما بقول لحضرتك انت استفادتك من الشركات دي مش ان هو يبقى انا عندي شركه مرسيدس في مصر بس، تمام، لا انا لازم احط تارجت، انا بعد كام سنه هوصل لفين، كفاءتي في التصنيع توصل لفين، هقدر اغطي لهم انت عارف الصناعات المغذيه زي مثلا العربيات، المساحات، الكاوتشات الصغيره، الضفيره بتاعه الكهرباء، وكان كل الكلام ده موجود عندنا في مصر في فترات معينه، ولا انت عارف حضرتك برضو اللي حصل في الفتره السابقه ديت. ولكن ان شاء الله بنتمنى ان اللي جاي يكون الصناعات المغذيه دي لازم تاخد حقها في الكلام ده، لان هو ده حضرتك هيوفر لك هيقلل عمليه التصدير، هيوفر لك عمله صعبه في هنا في البلد. ولا نغفل طبعا برضو الجزئيه المهمه اللي احنا يعني زي نستفاد منها من التجربه الالمانيه في تجربتها بعد الاصلاح الاقتصادي الاخير ده، الموضوع الشمول المالي، لان برضو ان المواطنين الالمان كلهم طبعا وصلوا في وقت معين 95% من المواطنين الالمان لهم حساب في البنك، فلازم كل تدفقاته النقديه من خلال البنك ومن خلال حسابه، فده بيقوي برضو الحكومه والحمد لله. مش هتتعامل مع العالم بطبيعه الحال الا اذا استطعت انك انت تواكب وتسير العالم بنفس الفكر بالزبط وبنفس الاداء والمستوى بشكل عام. طيب هتكلم اثنين على نقطه يا استاذ وليد، في حالة اتخاذ قرار زي عودة وده من قبل الجانب الألماني، عودة شركة مرسيدس أو فتح سوق في مصر لشركة بوش أو وجود شركة سيمنز ونجاحها في مشروعاتها اللي عملتها في مصر، يعني إيه الرسالة اللي بيسترشفها المستثمر في مختلف دول العالم من هذه النتائج؟ طبعا شركة كبيرة زي مرسيدس وزي بوش ويسبقهم دولة كبيرة زي ألمانيا زي ما قلت لحضرتك، احنا رسالة عودتهم لمصر بتتضمن في طياتها رسائل كتيرة جدا للعالم كله، سواء لباقي الاتحاد الأوروبي سواء لباقي دول العالم، ان يا جماعة انا كدولة كبيرة بستأنف عملي في دولة زي مصر، فده ليه مدلول كبير جدا على ان زي ما بقول لحضرتك انا واحد من الناس من خلال الخبر
يجي يقول لي والله الدولة الفلانية ديت جاية مصر هتعمل كذا، أنا ممكن أخد الموضوع يعني الدولة أنا شايف إن إحنا يعني قريبين لبعض يعني مش حل. لا لكن يعني عند المستثمرين دول جايين يستفادوا مننا أكتر يعني فاهمني. لكن عند المستثمرين ما بتكونش القراءة كده ولا الرؤية ما بتكونش كده. لا يعني طبعا أنا بقول لحضرتك هي مش كده بس أنا بقول لحضرتك حجم الدولة اللي جاية لحضرتك ده له مدلول كبير جدا بياخدوا كل المستثمرين الباقيين في دول العالم بيشوف إن إزاي الصورة في مصر بيديله طمأنينة إن 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 دولة كبيرة زي ألمانيا لما بتدرس السوق المصري وده يعتبر يعني قرار منها أصل التجربة خير ودليل. أنا مش بقول لحضرتك روح وأنا جاي وراك، لا ده أنا بقول لك أنا سبقتك للبلد الفلانية ده توقيع بالضبط فده حاجة تم بالضبط بالفعل. طيب شايف إن هو شكل من الاستقرار، هل هو بصت للاستقرار الأمني؟ هل هي بصت للبنية التحتية؟ هل هي بصت لنجاح الإصلاحات؟ هل هي بصت للمشروعات الأخرى؟ هل هي بصت للدول المشاركة والمشروعات اللي تمت بالفعل وبتأسس لها قاعدة الآن في منطقة محور قناة السويس؟ بصت لفرصها الواعدة مع أفريقيا قارة أفريقية؟ أي بعد هي أو أي منظور هي أطلت منه هذه الشركات الألمانية حتى تتخذ هذا القرار؟ وأهمية اتخاذ هذا القرار عند المستثمرين الآخرين في مختلف دول العالم؟ جميل. طبعا يعني كل الادوات اللي حضرتك قلتها بتكمل بعضها، ولكن هنفصل منها اداه عشان دي فيرست وان وهي الاستقرار الامني. طيب استقرار الامني والسياسي من غيره مفيش استقرار اقتصادي نهائيا، مفيش مستثمر بالظبط. فالنهارده هو يعني في دول لا داعي لذكر اسمها، حضرتك عارف انها غير مستقره امنيا تماما، فهو اصلا مش هيفكر في اقتصادها خالص انت غير ما تروح على مائده الاطلاق بالظبط. فالاداه اللي هي اللي بتستقطب اي دوله اولا هو استقرارك الامني والسياسي، ده ما فيهوش فصال يعني انت ده موضوع خرجه بره الادوات اللي حضرتك اتكلمت فيها يعني تمام. يجي بعد كده زي ما قلنا خطوات الاصلاح الاقتصادي بقى الفعليه على ارض الواقع، انت عملت ايه؟ عملت بنيه تحتيه، لان برضو قبل كده لما كنا بنتكلم في الملف الافريقي دايما بيقابلنا فيه مشكله اللي هي البنية التحتية في غالبية دول إفريقيا. يعني احنا بنجي نتكلم عن التعاون ما بين مصر وما بين الدول الإفريقية في الفترة ديت، وهو طبعا كان بيقول يعني كان من أولويات القيادة السياسية ان احنا نجهز البنية التحتية، لا ان احنا ننشط العلاقات بيننا وبين الدول بين الدول الإفريقية كلها، بين القارة السمراء كلها يعني، وتكلمنا في القصة ديت بالأرقام يعني قبل كده. فكانت بتواجهنا فيها البنية التحتية، انت في دول كتيرة جدا مفيش عوامل للتبادل المالي بينك وبينها، مفيش وسائل نقل مباشر ما بينك وما بينها، مفيش طرق مفيش طاقة، مفيش بنية تحتية عامة تساعدك على الاستثمار في الدول دي. انا بتكلم كمصر شايف الدول دي ازاي بالظبط، ده من منظور مصري للتعاون مع بعض الدول بالظبط. لا اصل دول دي عقبات يعني احنا عايزين نتعاون وبنبني اهتمامنا بالدول الافريقيه تماما ان احنا نتعاون معاها، بس بيقابلنا معوقات، المعوقات دي احنا ما نزلنا فيه مش بتاعتنا، بتاعت حكوماتهم هم، هي اللي عايزه تتظبط. فعشان كده بقول لحضرتك لما بنقيس نفس الصوره علينا بقى، لا اللي اتعمل من اصلاحات في البنيه التحتيه ومن طرق ومن مواني ومن مناطق صناعيه هو ده اللي بيجذب الناس دي. هو لو جه عند حضرتك مش هيلاقي الحاجات دي، مش هيعرف يشتغل. صحيح. طيب هل ده تعتبره تشجيع للمستثمرين الآخرين للقدوم إلى مصر؟ بلا شك طبعا، يعني قرار زي عودة شركة مرسيدس ودخول شركة بوش للسوق المصرية. بقول لحضرتك كل ما هو دون ألمانيا في ترتيبه عالميا ممكن ما يفكرش ان هو يحاول يبحث الكلام ده كله. وأنا على فكرة يعني الموضوع على مرأة ومسمع من العالم كله ان الاصلاحات الاقتصاديه اللي موجوده في لجذب الاستثمار الخارجي لمصر هائله طبعا. طب شايف حضرتك عوده مثل هذه الشركات الكبرى الالمانيه، وزي ما انت حضرتك برضو قلت على مرأة ومسمع من العالم، وده واضح مساله نجاح الاصلاحات، ده حجم تاثيره ايه على تطور اداء الصناعه المصريه؟ طبعا هيأثر ايجابيا على اداء الصناعه المصريه، زي ما قلت لحضرتك احنا لازم نستفاد من الدرس، نستفاد بان احنا نقلص المنافسة الضارة بمعنى، ونستفاد من المنافسة النافعة بمعنى. زي ما قلت لحضرتك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية للصناعات الكبرى اللي زي دي يبقى فيها تنافس بدون ضرر. يعني انا اتنافس مع حضرتك، انا بعمل
بصنع منتج معين، بصنع منتج معين حضرتك تصنع غيره، مش تعمل زيه حضرتك كده. انت كده انت طبعا التنويع ده زي ما قلت لحضرتك حضرات الاعمال، انت حضرتك كده هتوسع دايره العماله، بدل ما زي ما قلت لحضرتك عدد ما شغال في المصنع بس، كل اللي حواليه دولت هيبقوا تابعين لهذا المصنع، فالعدد العماله هيبقى اكبر. اتنين زي ما حضرتك بتقول نقل الخبرات، ان انت حضرتك النهارده الاحتكاك المباشر، الاحتكاك المباشر في 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 اي مهنه في الدنيا وخصوصا التصنيع بينقل لك خبره، زي اي مصري بيسافر بره ما بيتعامل مع الاجانب في نفس المصنع، لا طبعا بيزداد خبرته طبعا. صحيح. نفس نقل الخبره ده لازم يكون هنا موجود في مصر، وده شيء مهم جدا طبعا، هو تطوير الصناعه وانك انت تحذو بحذوهم في الصناعه ده من خلال التعامل والخبره. ولكن زي ما قلت لحضرتك انا برضو بقول تاني وبناشد العامل المصري اللي هو ثقافته لازم تتغير، يستفاد بدون يعني بدون ما يبص للي جنبه. ثقافه التيم ورك، فريق العمل لازم في مصر تتغير، يعني لازم العامل المصري يبقى حابب ان هو يبقى شغال في المكان ده ومعاه خمسه معاه سته بيكملوا بعض، مش يبقى مركز تنافسي يعني بالظبط. مش مركز انه عايز يشتغل لوحده وعايز يعمل كل حاجه، لا ما انا اقول لك هو يبقى مركز وله هدف. عشان كده بقول لحضرتك انا الناس دي بتهتم بالتخصص جدا يعني بالظبط. وهو ده اللي بينجح حضرتك فكره. دوله زي الصين يعني انت لو جيت قست العقل البشري فيها هتبص تلاقي عندنا هنا في مصر العامل يوزن 100 بس هو مشتت كفاءته الذهنيه الى 50 حاجه. في الصين مركز، هو بيصنع حضرتك القلم ده ما بيعرفش في حياته من يوم ما بيشتغل يوم ما بيموت يعمل حاجه غيره، بيصنع الورقه دي كذلك. فانا بقول لحضرتك التيم ورك والتخصص مهم جدا، ده اللي لازم نتعلمه من الاجانب بقى، لما يبقوا عندك انت لازم تلمس الكلام ده. لذلك انا برضو يعني ترجمت لحضرتك الفئه العمريه اللي هي من 18 ل 29 سنه اللي بتمثل 20% من عدد السكان في مصر، ده حسب احصائيه 2017 لجهاز الاحصاء، ان ده هيتعلم، ده انت من البدايه بقى جايبه بتعمل له مراكز تدريب وتاهيل، وده اللي انا بقوله لحضرتك عليه بيحتك بمثل هذا التطور وكده، فده انت بتشكل دماغه بالظبط بقى ازاي يستفاد من الخبرات الاجنبيه اللي موجوده. طيب سؤال مهم، خلال ملامستك على ارض الواقع في رفقه او ضمن الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء، الى اي مدى يمكن ان تاتي شركات المانيه اخرى في القريب لسوق المصرية، سواء شركات جديدة أو عودة شركات كانت لها كيانات هنا؟ والله إن شاء الله لا احنا بالفعل في نفس الزيارة تم توقيع اتفاقيات على عدد الشركات اللي حضرتك قلت عليها مع عدد كبير من الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير النقل والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار، كل السادة الوزراء اللي كانوا مرافقين للسادة رئيس الوزراء تم عقد اتفاقات مع الشركات دي. ولكن لو احنا بنتكلم في عدد اكبر من الشركات، فانا رايي ان احنا لازم نثبت للعالم كله والالمانيا بالاخص اللي وقعت معانا الاتفاقات ان احنا ارض خصبه لهذا المجال. الناس دي تيجي تلاقي فعلا زي ما بقول لحضرتك تلاقي تلمس فعلا تغير حقيقي على ارض الواقع. وده عشان كده في بدايه الحلقه قلت لحضرتك الموضوع مش موضوع تسافر تعمل اتفاقيات، الناس دي عملت مجهود كبير جدا وعملت اللي عليها، ولكن بنفس فكرة التيم ورك كلنا مسؤولين، كل الشعب المصري مسؤول عن إنجاح مصر في الفترة اللي جاية. تمام. كله، حتى أنا آسف يعني حتى سواق التاكسي اللي بياخد واحد أجنبي من المطار بيوصله مكان عليه مسؤولية مجتمعية. الوعي العام بمتطلبات المرحلة. بالظبط. تمام. أستاذ وليد محمد غراب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، شرفتنا وبشكر حضرتك. ربنا يخليك يا اسماعيل، متشكر جدا يا فندم، انت عارف انا بستمتع مع حضرتك دايما يعني. الله يخليك، وان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله. المزيد من النجاحات والانجازات باذن الله لرجال الاعمال المصريين. المره يعني الجايه نكون باذن الله بنتكلم في حاجه على ارض الواقع كده ان شاء الله، ويكون ربنا كرم ان شاء الله. استاذ شكرا جدا يا فندم. شكرا فندم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج اوراق اقتصاديه، نلقاكم الاسبوع القادم على خير، اوراق جديده وملف جديد، دمتم في امان الله. Thank you.